راس الغد محي الدين جبريل. محي صباح الخير. يعني تجمع جديد باسم جديد هذه المرة باسم العمال، كيف يبدو التحضر له وتوقع بكم أن يحشد، يعني حجم حشد هذه المرة هذا الموكب؟ صباح النور داليا. اليوم تظاهرات اليوم كما أسلفت تحت مسمى موكب العمال، في دلالة إلى أنه يريد أن يحشد العاملين والحرفيين في المناطق الصناعية أو ما يعرف بالمهن الهامشية لتظاهرة اليوم. حجم هذا الموكب لا أعتقد أن التجمع ذاته يتوقع أن يكون هنالك حشدا كبيرا، خاصة في تظاهرات المنطقة الصناعية بالخرطوم أو ما يعرف بشارع الفور الذي تم تحديده لموكب انطلاق هذه التظاهرة. والسبب هو يعني حتى تجمع المنين ذاته يعلم تماما أن خطابه على الأقل الذي يوجهه للهامش أو على الأقل لقاع الشارع السوداني لم يكن بالمستوى الذي حشد به التأييد وسط المثقفين والمستنيرين والنخب بصورة عامة. لذلك ربما يعني وجه دعوات للتظاهر في أحياء شعبية في أم درمان لوجود كثافة سكانية فيها ومعظمهم من الشباب والخريجين والمستمرين بصورة عامة، ولكن خطاب تجمع المهنيين والقوى المعارضة تحديدا في أوساط رجل الشارع البسيط أو الفئة الشعبية هو ضعيف نسبيا إذا ما قارناه بالمستمرين. وبالتالي يعني مع هذا التوقع بأنه ربما يكون الحشد أقل من المتوقع في الطبقة المثقفة، كيف تحضر قوات الشرطة وقوات الأمن للتعامل مع هذه المظاهرات، مظاهرات اليوم محي؟ حتى اللحظة لم نشاهد مظاهر أمنية على مستوى الشوارع، وهذا يعني شيء عادي في بداية التظاهرات قبل نحو 3 شهور تقريبا داليا. يعني منذ أن يعلن تجمع المهنيين عن تظاهرات نجد قبلها بيوم حشود أمنية ودوريات وإظهار قوة في الشارع، ولكن الآن أصبحت السلطات الأمنية تتدخل في الدقائق الخمسة الأخيرة لطالما ظل مكان التظاهرة هو معلنا ومعروف بالنسبة إليهم. نحن نتوقع الحضور الأمني قبل نحو ساعة أو أقل تقريبا لمواقع انطلاق التظاهرة. ولكن دالي تظاهرات أم درمان في عدد من الأحياء الشعبية هي التي غالبا ما تسبب صداعا جزئيا للسلطات الأمنية باعتبار أنها مفرقة في أحياء شعبية ويصعب التكهن بمناطق انطلاقها أو نقاط انطلاقها بالتحديد جغرافيا. نعم. شكرا جزيلا محي، سنبقى على تواصل طبعا لمتابعة التطورات. محي الدين جبريل مراسلنا من الخرطوم.